فني وحضوري وثقه لازم 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 لازم, لازم, لازم ضروري. هذا سباق حماسي والفن هو الاساسي والكل اهلي وناسي والكل ذكر وناسي. هولي لي كاريزما هولي هولي كاريزما كاريزما. رجعناكم، ما زلنا متكملين في برنامج كاريزما فقط استفزني. معنا متسابق جديد اسمه عبد الله الحلبي، عمره 25 سنة، من حايل، تو متخرج طازة. عبد الله حياك. يا هلا وغلا. أبو عابد معك دقيقة تشرح لنا فيها عن نفسك ومواهبك ومن عبد الله وليش جاء برنامج كاريزما، ليش شارك في برامج الواقع، بدأ ما تبحث عن وظيفة بحثت عن شهرة، كيف هذا شرحناها في الدريدة هذا؟ انت جاوبت أساسا ما مخلك لي شيء. طيب الدريدة جاهز محزنة الدريدة؟ جاهز تفضل معك الدريدة اشرحها. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، اسمي عبد الله بن ماجد محمد الحربي، العمر 25 سنة، إنسان لست منشد، لست شاعر، أحب الجلسة اللي فيها سواليف، وين مصدر الفائدة تلقاني عنده، يا أني أغذيها بفوائد يا أني أخذ الفائدة منها. متخرج من جامعة الجوف، تخصص هندسة قوة آلات معدات كهربائية. كم باقي؟ 22 ثانية. كم باقي؟ لا مو هذا، هذا 20 ثانية. اي نعم 22 ثانية صح. خير الكلام ما قل ودل. لا شوف، برنامج مدته 3 شهور. لو انت ما قدرت تمارس دقيقة كيف تعبي بي هوا 3 شهور؟ يعني انت معناه انك انت تحب تسمع السوالف ما تحب تسولف. يعني انت واحد عميوت، يعني ميوت دائما صوتك هادي، خاف يوم ما يوم نفتح وتحكي وتصدمنا. اللي تشوفه انت ايش تبي تبيني يكون عميوت؟ بصير عميوت كيف انا نبيك. انت ليش كذا هادي؟ ليش ما انا بارد؟ بارد صح جدا. حطك في الثلاجة. تحطني بالثلاجة؟ اي بصير حار يعني. اقول لك انا بارد تحطني ثلاجة عشان تخاف تصير؟ لا شوف للأمانة انا قدامي 90 يوم. انت فهمت انك الحين اي لا لا انا مخطط الحين الاسبوع الاول ايش بسوي، الاسبوع الثاني اي لا لا مخطط والله منتهي. انت انا قال العيال فراشي حاجز جدا ضامنه اوف 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 خمس ريال كل شيء يمشي. وما انت بس توك متخرج يا ولدي، توك عن يومين توك طالع. انا طلعت من الحياه اركض. والله يا ابو عابد بيسمعك انت الحين فاتح صدرك وعام بتصوت لك وجمهور. الحمد لله الحمد لله. ما حد يعرفك هو يا حبيبي؟ من اللي ما حد يعرفني؟ حارتك ما يعرفك؟ المعروف لا يعرف، بعد بحارتنا ما حد يعرفني. ما حد يعرفك اكثر واحد مشاغب بحارتنا انا. عشان اقول ما حد يعرفك بحارتكم بس. اي يمكن ما يعرفوني بعد، والله ما ادري. بعد ما يعرفوني وانت مشاغب؟ في سكان جدد يمكن ما يعرفوني بعد. نعم الله يعيننا عليك. اللهم امين. الله يعيننا عليك. جاينا انت واحد الحين دائما تدور على وظيفه. تروح تشوف عمل وقدم سيفيهات، وانا زبطني اياك سيفي حلو، عرف واحد من الشباب اسمه بندر الصقعبي، زبط سيفي حبها قلبك، زبط سيفي تقدم وظايف. طيب وش الوظيفه؟ حد انا اللي حدد. شوف دور لي وظيفه تغنيني عن حب الناس انا ادخلها. الدمع انزلت من عيني. من عيني انا؟ من عيني انا. قويه الكلمه جدا. اقول لك عندي كلمات جامده بس ب 90 يوم اخلصها. قسما بالله عجبت. ما عليك ابشر بي. في فنتين من عندك كلمات مجموعه منها، سمعني بعد. لا لا لا, لا احرق على نفسي واحرق على الجمهور، ما له داعي يقولون هذا ما عندي شيء اقدمه، خله ب 90 يوم بالتدريجي. شوف 88 يوم 88 كذا تلقاني طافي، خلص اللي عندي. يومين بريك راحه، انت البرنامج. صدق. اخذ العلم وامشي. تدري حتى العلم بعد حاط وين مكانه في المجلس؟ بركزي فيه. معليش هذه ما هي ثقه قد ما هي حقيقه يعني. تاش بطاريتك منتهيه.
حد شحنها يومين يعني شحنها بينتهي يعني لا 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 ما عليك انت زي شفت نهايه والله بالصدق نهايه البطاريه ها اما تجي توجهها كذا تصقعها عشان تعود تشحن انت زي كذا انا بطاريتي كشاف إيه ما يخلص لا لا تشخص علينا وتسوي نفسك انك بتسوي 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 انت ما تدري انت ترك توك جالس معي اجلس معي 90 يوم يا اخي اجلس معك 90 يوم وين بتروح طيب 90 يوم بتكون معنا بالبرنامج انت ضامن انك بتشارك انا اقول نذاني اجل انا ما اتحدث من فراغ ابو راجع طيب وين طلعت طلعت وين من برنامج ابى ادخل وظيفه اللي تقولها ما يهمك ما يعيننا عليك الحين سؤال سم يا ناس انا بيذبحني الولد هذا كاتب هوايات حب السوالف ايه اسالك اذا هذه هوايه ايه يلا عطني سالفه شوف انا مو قصه احب السوالف ترى إيه؟ انا كنت بكتب صانع سوالف بعد بعد نعم اوف 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 جد والله اني اعجبك والله تفضل يا صانع السوالف سوالف شوف انا ما مو قصه اني احب السوالف بس انا احب السوالف اللي فيها فائده ايه فهمت علي؟ يعني ما له داعي انك تجلس بمكان ما تستفيد منه شيء الله عليك جدا ما له داعي انك تجلس انت ما دور الفايده ما داعي تجلس معنا حسبك توحي لا لك فايده انت بس الى الان ما اكتشفتها والله العظيم انصحك نصيحه امك عايشه وابوك عايش الله 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 يخليهم الله يطول عمرهم امك ترى مشتاقه لك ها وتبي تروح تسوي تجلس انت وياها تشربون القهوه وحن الرطب نازل والدنيا حلوه وجو حلو بعدين انت من حايل بعد حي يا هلا ها تروح تتكي هناك مع امك مشتاقه لك شابك فاف شهور هنا ياخذون مني راحه 90 يوم عادي بريك انا عايش عندهم 25 سنه خذ منها اجازه 90 يوم خلاص امك ما حتى يوم ما تصبر عنك عادي عادي لازم الواحد يتعود شوي يتعود انت عادي يعني شلون تعود يعني مو لازم ان انا جيت هنا عندي هدف اخلص من هدف ارجع لهم كاتبين تحب اللغه الاسبانيه احب ايش اللغه الاسبانيه احب اللغه الاسبانيه ايه. احب اسمع اللغه الاسبانيه احب اتعلمها بس مو احبها شوف مو انجليزي ولا فرنسي لا اسباني خليك غريب بالتوجه خالف تعرف سمعني اسباني بعد ابنك سيجريتي قريتي هذا اسمي ترى صدق ما طقطق معك والله هذا اسمي بالاسباني عبد الله الحربي سيجريتي قريتي والله عندي مواهب بشاب 90 يوم بس انت قاعد تخليني احرقها في اول يوم فيبقى عندي 89 يوم فاضي ما اسوي شيء مثل ما قالوا العيال السيل ما يبطل من كبره هي كذا الحكمه ولا خلنا نشوف الجمهور ايش يقول حسبي الله عليك يا احمد عبد الرحيم عداد ليه بالعكس والله تدري ان اللي قبل شوي انه مبسوط معي من هم اللي قبل شوي بعد شوي اسمع الصوت حقه والله انه مبسوط اقسم بالله بعد شوي اسمع صوت قبل شوي جلست انا وياه وقعدنا سواليف حتى انه طيب. ضاع الوقت بس اكسر سم في احد من اصدقائك وقالبك حضروك صح اصدقائك صار بينك وبينهم خلافات ايه ممكن تحكي لنا السالفة؟ شوف أنا عندي كل شيء إلا تشويه السمعة. شو أنا ما أحبه جدا جدا ما أحبه وخاصة إذا كان الشخص حاسدك على الشيء ذا ما قدر يوصل اللي أنت وصلت له فيبدأ يشوه سمعتك بين أقاربك أو بين الناس اللي حواليك. أنت شو وصلت بس عشان أفهم؟ شلون وش وصلت؟ إيش وصلت به عشان؟ يا أخي يكفي إني حققت أشياء بحياتي أنا أشوفها إنجاز. طلعت ناسا؟ شلون؟ طلعت مع ناسا؟ ما طلعت مع ناسا بس تخرجت من تخصص انا اشوفه بالنسبه لي حلم طفوله فهمت علي بالنسبه لك بس تام متحفظين معك ما يهمني بالنسبه لغير دامني اشوف التخصص هذا انجاز بالنسبه لي دخلت في القناه هنا هذا اشوفه انجاز دخلت من باب تطلع مع باب نعم بس يكفي اني دخلت قدام الجمهور يعني انت الحين جيت مع باب بتطلع مع باب نعم تجي مو على حسب الباب اللي انت تدخل تطلع مع باب تجي مع باب تطلع مع باب طيب مش المشكله يعني مشكله انك طالع يعني ما اتوقع طالع من وين طالع من قناة يعني مشرفة وصناعة نجوم يعني ومنبع الفائدة انت تقولون في ناس غيرانين منك مو غيرانين لا انا اقولك اكره الحسد حاسدينك ممكن ليش لا طيب الله اعلم بالنوايا طيب انت عرفت ان السالفة انهم
وصلوا الوالدة كام ومعلومات عند خاطئة صح؟ نعم. طيب ايش الوالدة صدقتهم؟ لا لا ما صدقتهم، بس انا منصدم منهم يعني. هو في بوادر انت سويتها عشان؟ لا يعني حتى لو ان الكلام صدق فيني، الوالدة بتوقف معي، تمسك يدي وتطلعني من البقعة اللي انا فيها للمكان الصح. يعني في شيء من الصراحة؟ اي نعم انا صريح معك. لا الوالدة يمكن شافت شيء صار. لا انا اقول لك لو اني انا على غلط، فهمت علي؟ لو اني انا انسان مخطي وامي عندها علم في الموضوع او ابوي عنده علم في الموضوع، بينصحني بيمسك يدي ويطلعني من المكان الغلط، مو يشوفني بمكان غلط يقول لا خلاص هو يطلع نفسه. البعض يحس ان عبد الله انسان فوضوي. فوضوي صح؟ ما مش مرتب في حياته، يمشي ويترك سيارته مفتوحة، ما حطوط مفتاحها، عرفته فوضى، يعني شوف حياتك تاركها كذا. شوف أنا حياتي على البركة. على البركة؟ إيه. أنت قلت كل شيء غلط إلا شيء واحد صح، إني أخلي سيارتي فيها المفتاح. مفتاح؟ إيه ما أحب أشيله والله صدق. ترى إلى الآن، الآن ترى مفتاح. عطني مفتاح. إيه إلى الآن ترى مفتاح السيارة موجود بالسيارة ما أخذته. يا أخي ما أرتاح. ما ارتاح وانا امشي اسمع صفك مفاتيح زي كذا. حتى العيال يقولون لي انت النظاره ليش شايفها معك؟ انا جاي العصر بدري. جاي العصر بدري إيه؟ عادي النظاره تجيبها ومفتاح. إيه؟ اي لازم انك تطلع قدام الناس بشكل حلو يعني يشوفونه بشكل حلو، يعني ما حد بيشوف مفتاح بجيبك بيشوف نظاره بجيبك. يعني سؤال بس، انت مقتنع انك حلو وسيم؟ الحمد لله مقتنع جدا الحمد لله. الحمد لله ان الله جميل يحب الجمال. اي الله جميل يحب الجمال. نعم. بس مستحيل ان الله يخلقك بصوره شينه. لا ما هذا دعوة، الله أحياناً يبتلي عبد. أنا أشوف إني نفسي أنا أشوف نفسي حلو، أنت تشوف نفسك حلو؟ تشوف نفسك جميل عفواً؟ أنا أسألك وأجلك سؤال، تشوف نفسك جميل؟ حتى أنا أشوف نفسي جميل، شو المشكلة؟ اللي ما يشوف نفسه جميل هذا ضعيف شخصية، بيروح يتقمص شخصية علشان يعجب الشخص اللي قدامه أو الجمهور اللي قدامه. انا ماني متصنع ولا راح اقتبس شيء. والله يا عبد الله جيت تفلسف علينا. مو تفلسف، انا اقول لك هذه حقيقه. انت تسالني اسئله غريبه ما ادري شلون اجاوبك. لا عبد الله انت حتى يعني حتى يعني كنت شخصيه درباويه. درباوي؟ ايه اقدمك قديمه قديم والله قديمه صدق والله. مين صار يقول درباوي؟ هذا احلى شيء وصلت له. لا تكفى جدد شوي. انا اقول لك امشي معي 90 يوم والله اضبطك. والله ابشر بي. انت بسهل والله ابشر بي عابد. تعجبني وايد. بديت اعجبك الحين. أيه. ترى عجبت قبلك فهد معيان. منو؟ فهد معيان، استاذ فهد معيان. بس يمكن ما بس نظارات. والله يا فهد معيان قدوتي. لا هو يمكن ما بس نظارات كويسه. ليه؟ يحتاج يلبس نظارات. يلبس نظارات عشان يشوفني؟ أيه؟ لا شوف ترى انت ما تخوي الرجال عشان وجهه. لا مو وجهك. اجل. عشان يشوف النظره الصحيحه فيه. يشوف النظره ممكن. ممكن بعد. عبد الله سم بسألك سؤال وبعدها انا بنهي اللقاء. باقي اسئله وباقي الجمهور وباقي راي الجمهور. والله يا عبد الله شوف والله العظيم حرام اتحداك ان حصلنا رساله. لا لا شوف من دون حلف. ما حلفت انا اتحداك. اي بس من دون حلف. لا معليش والله انا ما قلت حلف اقول اتحداك. مو مشكله مو مشكله نشوف راي الجمهور. يلا شكرا كثير مصدقيا. وين عبد الله؟ عبد الله عبد الله ها صوت يوم ما في حد يسمى كبت ولا عيال حوتكم. عيال حوتكم صاحين ولا نايمين؟ والله زمان عنهم تبي الصدق. صدق والله. والله زمان زمان عنهم. شكلك انت من زمان ما طبيت بيتكم. والله جدا. ما صار يتكي بحاره. ما عاد فيه ها قديم حايل صارت خلاص. من؟ اقول حايل ما عاد فيه تصبيط. لا 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 حايل بعد حي شبات. ما يتكون بحاره. صدق ما في حد سألك. ما حد سألني؟ ولا احد اعطاك وجه. عشان كذا انا جاي البرنامج عشان اكسب حب الجمهور. لا وتقول لي بعد ايش تصويت و... يا عمي انت ماخذ مقلب في نفسك جدا. والله جدا كثير قالوها تدري بس ما اقتنعت فيها. الحين اقتنع. والله ما ادري متى بقتنع بالكلمه ذي اني ماخذ مقلب نفسي. والله العظيم يلا عوافي يا حي يا الله. ادور سؤال لك بالله ما في سؤال لي. والله ما في سؤال. والله بتهاوش معهم بس بيس قسما بالله ادور لك سؤال حتى في شوف اخذ دقيقة ما في سؤال. يا ناس عبد الله يحب يقول في اسئلة لي
شتت الموصيين ما كتبوا شيء في تويتر. انا لا والله ما وصيت احد شيء. عاد بصراحه لا والله اوصيه اسالني يمكن يا بابا ما جاك سؤال. وبيني وبينك انا حاس انك بتتزحرج بدري ببرنامج هذا. من البرنامج اي ايش دعوه ليه؟ حاسك احساس شايف مني طيب الى الان يمكن اعدله. انا ذو احساس ترى رحم يعني الله امرا ان اهدى لي عيوبي. تسمع انت؟ اي اسمعك انت تقول بتزحلق بالبرنامج بسرعه. ليش؟ عندي احساس ايوه انك بتتزحلق. اتزحلق من وين؟ يعني ما في احد بصوتك، ما حد بيعطيك وجه، ما حد سألك. التصويت مادي ترى مو من الجمهور. والله لو من الجمهور التصويت يمكن اتعب وانا اقول لك. يمكن الجمهور يصوت لك. الجمهور صوت لي؟ ايه الله يجزاهم خير ان صوتوا لي. يعني ما تستحق؟ الا من اللي يستحق؟ ما تستحق. لا شوف انا التصويت مو اجباري، انا قايل للناس اللي عندي. ايه قلت التصويت مو اجباري، التصويت اذا مو من محبه انا ما ابيه. طيب يمكن محبه، يمكن يصوتون في محبه. الله يجزاهم خير ويبشرون باللي يرضون فيه. طيب حبيبي عبد الله قبل ما نختم حوارنا، عبد الله حبيبي سم عطني ليش صوتوا لك الجمهور ويحطونك من ضمن الثلاثين؟ اول شيء يا طويل العمر سلام، انا انسان اطمح للفائده، احب الفائده، احب استفيد وافيد من الشخص اللي قدامي، احب اخذ واعطي بالسواليف. ممكن انت لو تسولف معي بموضوع معين ممكن اني اقول لك سالفه فيه، ممكن تقول لي سالفه، يعني انا اذا ما استفدت منك الان تستفيد مني والعكس. يعني حتى الان جلستي معك ترى استفدت منك حاجه واحده، اني يعني بتزحلق بسرعه من البرنامج. فبس اقول لك يعني يعطيك العافيه اخوي عبد الله. الله يعافيك. كان معكم عبد الله الحلبي، إن عجبكم صوتوا له وادعموا. نعم. وما عجبكم عطوا الصابونة تزحلق. فصل سعيد عبد الله. ما تهاوشنا والله. آه حبيبي. الله يعطيك العافية. بعده معنا مهند السليمان، اللي حاب يسأله يرسل له عبو هاشتاج عشان ما يجيني بعد شوي يقول ما جتني أسئلة وما جتني أسئلة. تابع بكم ما يرسله بعد ما ينتهي الضيف. يلا. جمهوري بصيت جميع جمهوري بالقيم فني وحضوري والثقة لازم 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 ضروري هذا سباق حماسي والفن هو الأساسي والكل أهلي وناسي والكل ذكر وناسي هولي لي كاريزما هولي هولي كاريزما كاريزما فني وحضوري والثقة لازم 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 ضروري